البداية من العاصمة البريطانية لندن، حيث نشرت صحيفة التلغراف أن الاتحاد الأوروبي أصدر قرارات جديدة بمنع الأطفال دون الثامنة من نفخ البالونات وكذلك التصفير بالصفارات. هذه القرارات تأتي قبل الاحتفال بأعياد الميلاد، حيث اعتاد الأطفال القيام بمثل هذه الممارسات. القرارات الجديدة صدرت تخوفا من أن يقوم الأطفال غير المراقبين بابتلاع البالونات أو الصفارات، وأيضا تخوفا من تأثير بعض الكيماويات التي تصنع منها الصفارات على الأطفال. القرارات الجديدة تلزم المصنعين أيضا بوضع تحذيرات على المنتجات التي يستخدمها الأطفال. المسؤولون قالوا قد يكون من الصعب تطبيق هذه القرارات على الأطفال، ولكن كان لابد من إصدارها. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد استعرضت بعض مؤسسات الدولة في معرض التقنية في دبي عددا من الخدمات التي تقدم لأفراد الجمهور عن طريق ما أطلقوا عليه اسم الحكومة الإلكترونية. نحو 27 مؤسسة حكومية عرضت توجهها نحو استخدام أحدث وسائل التقنية الحديثة. هذه الخدمات تقدم لجميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين وسياح، ويستطيع الآن جميع هؤلاء تنزيل البرامج الخاصة عن طريق أجهزة الآيباد والآيفون لقضاء أعمالهم مستخدمين المواقع المناسبة. المسؤولون يقولون إنهم يأملون أن يساعد هذا النوع من التقنية في رفع مستوى التسهيلات بالنسبة لجميع الراغبين في تلقي الخدمات الحكومية. أما في جمهورية التشيك، فإن فاقدي البصر يجدون أنفسهم أمام تجربة فريدة. حديقة جديدة لا تعطي فقط الإحساس بمتعة الحدائق، بل أيضا تساعد المبصرين على فهم العالم بطريقة جديدة. هؤلاء الأطفال الذين يحرمون أنفسهم على هذا النحو من نعمة البصر، يريدون تحسس العالم من حولهم عن طريق اللمس والشم والسمع. هذه التجربة تجعل التلاميذ يشعرون كيف يحس فاقد البصر العالم من حوله. صاحب فكرة الحديقة هو جون بافسيك، الذي فقد بصره وزار بعض الحدائق لفاقدي البصر، وقال إنها لا توفر الإحساس لأمثاله. لذلك أراد أن ينشئ حديقة لها ملامس وأشكال مختلفة تعطي فاقد البصر تجربة جديدة. جون يقول إنه يريد أن تشحذ الحديقة خيال فاقدي البصر، كما يمكن فيها تطوير طريقة بريل لشرح ما يحتاجه هؤلاء.